غالباً ما تتساءل الأمهات عن العمر الذي يستطيع فيه الطفل الأكل، حرصاً منهن على إعطاء الأفضل لأطفالهن ولضمان نموهن الطبيعي، وتختلف الإجابات والاستنتاجات حول هذا الموضوع. لكن الأمر المؤكد هو أن الطفل حتى عمر السنة يعتمد اعتماداً شبه كلي على حليب الأم أو الحليب الصناعي، ويأتي دور الأطعمة كمكملات للفيتامينات والمعادن. الطفل البالغ من العمر أقل من 4 أشهر لا يستطيع التحكم بعضلات فمه ولسانه، فيدفع الملعقة أو الطعام الداخل إلى فمه. وأما الطفل البالغ من العمر 4 أشهر وأكثر فيتمتع بالقدرة على التحكم بعضلات فمه ولسانه، وبالتالي يستطيع مضغ الطعام وعدم إخراجه من فمه. كما تكتمل بعد هذه المدة نمو وإفراز أنزيمات معدته التي تساعده على هضم الطعام غير الحليب، لذا تعد مرحلة ما بين 4 إلى 6 أشهر مرحلة مناسبة ليبدأ بها الطفل بالأكل. وفي الختام يجدر على الأم أيضاً أن تحرص على أن تكون بنية الأطعمة التي تطعمها لطفلها ملائمة مع عمره، بأن تكون مهروسة بشكل كامل من دون كتل أو أجسام صلبة.